من أذكى، الثعلب أم الأرنب؟ حكاية من التراث الأمريكي. مرحبا أيها الغراب، سمعت أن صوتك جميل، أسمعني تغريدك. أطفالي الأعزاء، من أمكر، الثعلب أم الأرنب؟ تقولون الثعلب. نعم، هناك قصص كثيرة من الماضي حيث الثعلب يتنكر ليؤدي حيلة ما. سأحكي لكم هذا اليوم حكاية الثعلب والأرنب اللذين عاشا في هذه الغابة. في أحد الأيام عاد الأرنب إلى بيته من الحقل. يا إلهي، هناك من ينتظره. ترى هل سيحدث مكروه؟ أينما يوجد دخان توجد نار، إذا رأيت ذنبا فتأكد بأن هناك جسما. لقد فشلت الخطة، سوف أمسك به. كل سكان الغابة اعتبروا الأرنب أذكى الحيوانات، ولكن هذه الفكرة لم ترضي الثعلب، لأن ذلك يسيء إلى سمعة كل الثعالب. وقادم. أيها الأرنب، أريد أن أسألك سؤالا. إذا أردت أن تسأل سؤالا اسأل من بعيد. أريد أن أكون صديقك مرة أخرى، وإذا بقيت مكانك لن أستطيع مصافحتك. أظن من الأفضل أن لا نتصافح أبدا. جسمي مليء بالبراغيث. براغيث؟ لا. هل آتي إليك؟ لا تأتي. حسنا، إلى اللقاء. حسنا، نظف نفسك من البراغيث وتعال لتناول العشاء عندي. حسنا. استطاع الأرنب التخلص من الثعلب بشكل لطيف. سوف نرى ما سيحدث الليلة. وفي تلك الليلة عندما أتى الأرنب إلى بيت الثعلب نظر إلى الداخل. ماذا رأى الأرنب؟ هناك شيء غريب في الجو. فكرة. لحظة، ادخل. للأسف إنني مصاب بالبرد. ماذا طبخت؟ دجاجا أم ماذا؟ شيئا من هذا القبيل، يعني لهذا السبب وضعت السكينة تحت الغطاء أيها الماكر. وكيف عرفت؟ من المستحيل أن تخفي عني شيئا، أنا أرى كل شيء. هذا صحيح، إذا أنت تعلم ماذا سيحدث الآن. طبعا،
سأذهب إلى البيت دون أن أكل الدجاج وأنت سوف تصرخ بغضب. أصرخ؟ أنت مخطئ. أنا لا أحب الدجاج دون الزنجبيل. إلى اللقاء. انتظر سوف نتفاهم. تعال أيها الأرنب. سوف أنتقم منك، سوف أقطعك إرماً إرماً. انتظر أيها الأرنب، سوف أقتلك. انتظر. وفي عصر أحد الأيام ماذا؟ هل مات الثعلب حقا؟ لقد كنت في بيت الثعلب وكان جامدا على سريره. أنا رأيته. نعم كان جامدا. نعم صدقني. هل هذا صحيح؟ نعم لقد دغدغته ولكنه لم يتحرك. نعم دغدغته. وهكذا أتى الأرنب إلى بيت الثعلب مع أنهما لم يكونا أصدقاء. فكر الأرنب بأن موت الثعلب شيء مؤسف حقا. كان الثعلب حقا متجمدا على سريره ولم يتحرك. مسكين الثعلب، كأنه ميت. ولكن هذا شيء مضحك حقا. سمعت بأنه عندما يموت الثعلب يرفع ساقه ويصرخ بوب بوب بوب. يا للغرابة، يجب أن أكون حذرا ولا أقترب منه. ربما كان الثعلب حيا ويرفع ساقه كذبا. كل شيء جائز. ماذا لا يرفع ساقه ويقول بوب 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 بوب؟ كما اعتقدت انك حي. يا لك من مخادع، تدريني. الارنب المخادع، سوف اقطعك الى ثمان قطع. سوف أقطعك إلى ثمان قطع. انتظر. تعال هنا. انتظر سوف ترى من هو الثعلب. سوف أمسكك. هوبا هنا هنا. أين هو؟ انتظر يا إلهي. ترى هل تصرف الأرنب بحكمة؟ منه إلى الأبد. ماذا أسمع؟ الأرنب؟ أيها الأرنب ماذا تفعل في الأسفل؟ أصطاد السمك. بعد سماع كلمة السمك لم يستطع الثعلب الانتظار. هل هناك سمك كثير؟ نعم يوجد سمك كثير. ماذا يقول؟ سأنزل حالا. أيها الأرنب إنني قادم إليك. ادخل في الدلو وستصل إلى هنا بسرعة. في الدلو؟ فهمت. غطس الدلو مع الثعلب إلى قاع البئر لأن الثعلب أثقل من الأرنب. مع السلامة أيها الثعلب.
أيها العصفور الصغير. ماذا؟ تعال تعال وغرد بالقرب مني. إن سمعي ثقيل ولا أسمع جيدا. أوه مسكين. هل هنا أفضل؟ ما رأيك الآن؟ لو جلست على رأسي ستكون أقرب إلى أذني. على رأسي؟ حسنا. انظر أسناني أقرب إلى أذني. هل تجلس هنا؟ حسنا. ما أسهل خدعة العصافير. إنه ثعلب ماكر. بالمناسبة كان يوجد في الغابة حيوان ذكي آخر، إنه الأرنب. سنجاب. حسنا. مرحبا. صباح الخير، كيف حالك؟ إنه أرنب بارع. على كل حال كل واحد منهما كان يعتقد بأنه الأذكى في الغابة وكان يفتخر بنفسه. مرحبا بالعصافير، ماذا حدث؟ أكل الثعلب ابنة عمي. ذلك الثعلب الماكر خدعها، قربها منه قائلا إنه لا يسمع جيدا. كيف يستطيع ذلك الثعلب أن يفكر بكل هذه الحيل؟ لا يوجد أذكى وأمكر من الثعلب. شعر الأرنب بالخجل والأسى لقول العصافير بأن الثعلب أكثر ذكاء، عليه أن يفعل شيئا. حسنا، لماذا تضحك؟ أضحك لأنك قلت بأن الثعلب أكثر ذكاء مني، والحقيقة هي أنه حصاني. حصان؟ الثعلب حصانك؟ غير معقول. هذا صحيح، منذ أجيال استخدم أجدادي الثعالب كالخيول لهم، وهذا يعني بأن الأرانب أذكى من الثعالب. دعني أفكر، هل أنت صادق بأن أجدادك فعلوا ذلك؟ حسنا، انتظر سأريك نفسي وأنا راكب على ظهر الثعلب. ياه، هل يجوز للأرنب أن يفاخر لهذا الحد؟ هيا أيتها الغبية، تقدمي تقدمي. في اليوم التالي بينما كان الثعلب يسلي نفسه مع سلحفاة عجوز، سمع العصافير وهي تتكلم. هناك حصان. حصان؟ أنا حصان؟ حصان ينظر حوله، هذا ما قاله الأرنب. أوخ يا لدخاتة، هذه دفة. حسناً سوف يرى، سأحضر الأرنب حالاً وأجعله يقول بنفسه بأنه كذب عليكم. انتظروا هنا، إياكم أن تذهبوا. انتظر انتظر أيها الأرنب، سوف ترى من هو الثعلب. ذهب الثعلب غاضباً إلى بيت الأرنب. أيها الأرنب، أنا الثعلب. سمع الثعلب صوت الأرنب الضئيل من الداخل. أوه أنا مريض،
أظن بأني أكلت كثيرا. يجب أن أتحدث إليك، عليك أن تأتي معي إلى البركة. هيا. لا أستطيع السير. سأنقلك إلى هناك. لا، ولكن ولكن ماذا؟ سأذهب معك إذا سمحت لي بالركوب على ظهرك. حسنا، ولكني أحتاج إلى سرج. عندي واحد، عندي سرج ولجام أيضا. أسرع أسرع. ولجام أيضا، جيد. نعم نعم، ماذا تفعل؟ أسرع، لا أستطيع الانتظار. هيا بنا، هيا، ليس لدينا وقت. أسرع أسرع يا أرنب. والآن دعني أركب على ظهرك. ما هذه الثياب الغريبة؟ سوف أنزلك قبل وصولنا إلى البركة كي لا ترانا العصافير هكذا. حسنا. وإن لم تنزل سأرميك على الأرض. ها، أسمعك؟ حسنا، هيا. بعد أن بدأ الثعلب بالسير، وضع الأرنب مهمازا على قدميه ليضرب جوانب الثعلب. لقد كان منظر الثعلب يشبه الحصان تماما. إنهم قادمون. انظر، الأرنب راكب على الثعلب. والآن انزل، هيا، وصلنا. ليس بهذه السهولة. كما توقعت، قلت لك انزل انزل انزل، هيا انزل انزل انزل. فعلا الثعلب حصان الأرنب. هذا صحيح. سوف أمسك بك، سوف أقطعك إلى بلدك. يا له من منظر مضحك. ربما سأتعشى من لحم الأرنب. لقد أخطأ الأرنب هذه المرة، فقد قفز في حفرة. والآن وقعت في المصيدة. كيف سأحصل عليك؟ في هذه اللحظة تكلم الأرنب من داخل الحفرة. لماذا لا تحضر فأسا وتقطع الشجرة؟ حسنا، فأس. أحضر الفأس وسأمنعه من الهرب. شكرا لك، ولكن عليك أن تعطيني أرجل الأرنب. حسنا. ذهب الثعلب إلى البيت ليحضر الفأس، وبعدما ذهب الثعلب تكلم الأرنب من الثقب مخاطبا النسر. من هناك؟ هل يوجد أحد هناك؟ إذا كان هناك أحد ولا يرغب بالإجابة فلا بأس. آمل أن يكون النسر موجودا، لأنه سوف يفرح كثيرا عندما يرى السنجاب السمين. سنجاب سمين؟ إنني فرح جدا. عندما سمع النسر الشره هذا لم يستطع المقاومة وقال: أيها الأرنب، أرجوك اجلب لي ذلك السنجاب. بالتأكيد، توجد حفرة في الناحية الثانية من الشجرة، انتظرني هناك حتى أطارد السنجاب. يا لسعادة، سنجاب سمين. وعندما ذهب النسر إلى الناحية الثانية لم يعثر على الحفرة. أين السنجاب؟ لا أرى أي سنجاب. أين اختفى؟ أيها الناس، أنا قادم. انتظر أيها الأرنب، سوف ترى. يا للغباء. وأخيرا قطعت الشجرة. هل الأرنب في الداخل؟
طبعا لا، لقد فر منذ زمن طويل. اخ يا حسرتي، فر الارنب اليس كذلك؟ فر يا رغبائي. تعال الى هنا ايها الخبيث. دعونا شذبني. هيا تعال. كاد الثعلب ان يمسك بالارنب اليوم، اليس كذلك؟ لا ذلك شيء صعب جدا.